هاي مرحبا مرحبا يعني زينا كل عام بخير لا عن جد يعني كل عام بخير إن شاء الله قبل 100,000 سنة يا رب تشوفك ختيارة هيك عجوز وفيك الصحة والبركة تكوني وتكوني عملتي كل اللي نمسك فيه يا رب و... وعن جد اشتقت لك عروس أنت ونصيف بقى رب زينا خطب على نصيف وعن جد ما في حدا عم بغيزني وبغيزه هلا لانك زينا اشتقنا لك يعني زينا كل الحكي الحلو هون عن جد انا هيك انه بتعرف انت انه يعني من اقرب الاشخاص لي هون واكيد بس اطلع كل شيء حكينا فيه رح نعمله وانت اصلا طلعتي هلا او بقيتي انت اصلا فنانه وعن جد يعني عن جد فنانه بكل معنى الكلمه بكل شيء بوقفتك باخلاقك بعلاقتك مع كل العالم بصوتك بكل شيء حبيب انا بدي انا جوز ان شاء الله كل سنه انت سالمه وان شاء الله عبال 100 وان شاء الله يا رب هيك هيك تحقق لي كل اللي انت بتتمنيه وان شاء الله عن جد يكون برا احسن من هون يعني قديش هون منيح ان شاء الله كمان يكون برا لك احسن واحسن يا رب وكل سنه سالمه واشتقنا لضحكتك يا اشتقنا لك كل سنه سالمه بس لازم تيجي مصر بجد على حالة اتفقنا خلاص انا بنصيف اتفقنا واصلا انا انت كنت بتفهمنا قبل كده هتيجوا القاهره وهنروح شرم الشيخ وهنروح غردقه وهنروح ساحل وهنروح نعمل كل اللي انتوا عايزينه يلا بس مع بعض هابي نيو يير مع بعض كلنا نيو يير سوري سوري هابي بيرثدي سوري طيب واحد اثنين ثلاثة هابي بيرثدي مشهد ثاني هلا غير مشهد خلص زينة يلا تفضل انا بدي اعيد بس خيي انا كمان شادي يوم عيد شادي لا 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 بدي اعيد شادي اللي هو خيي صغير وكيفن اللي هو ابن اصحابي كمان مثل خيي صغير كيفن بيصير عمره سنه وشادي بيصير عمره 14 اليوم شنو Happy birthday to you. Happy birthday to me. Happy birthday to Shady. Happy birthday to you. Sana helwa ya kadi. Sana helwa ya kadi. Sana helwa ya kadi. Sana helwa ya kadi. Absurd. كمان ان شاء الله تكونوا سالمين اليوم الكل هابي بيرثدي واي حد عيد ميلاد النهارده بس اول حاجه برضه خصيصا لاخو رامي شادي اللي عنده 14 سنه وطلع عليه في النهارده ابو سعود انا نصيف ابو شيش انا نصيف انا شيش انا نصيف انا عارف انا عارف انت نصيف سالم سالم مشود سالم سالم كذا أنا نصيف قلب أنا شئ لو بتحيا لقليب كان مين أبو كان أبو كان لقليب تحيا لقليب كمان برضو الله خليكم يا رب فراس وإن شاء الله كلهم عم يقولون يطلعوا ما نكون عم نحكي عن الفاضي سبا أنت طيب أعزائي المشاهدين خلصت الجلسة معنا اليوم أنا بشكر كل حضوركم وكلكم مع محمد رمضان محمود شكري بدري النصي سلطان زهرة لحومة أسوى وأوري عندك موجودين احنا نعقد جد يا طلعين ابو زوز زينه كزيت سلمى الله يوفقك